الثاني هو تتويج بهذه المسار هذا. جينا اليوم باش نحتفلوا بهذ الاساتذه هذو، جينا باش نشكرهم على المجهود ديالهم. فشكرا وعد الشكر، نتمنى ان شاء الله على انه لكم مسيره موفقه. اكيد يعني كانت واحد الاجره، ولكن بالمقابل كان واحد الاجر، اجر كبير، نتمنى الله يتقبل منكم ومنكم. اليوم كاين هذا النشر جزئين، باش الحفل ديال نهايه برنامج الاوراش مدارس مفتوحه، وكاين الحفل توقيع اتفاقيه شركه مع واحد العدد ديال الجمعيات العالم القروي العام والسهول والجمعيات الرياضيه والجمعيه البيئيه. هشام والتغريه المدير الاقليمي لانابيك بسلا. اليوم هو نشاط ديال الحفل اختتام ديال برنامج اوراش، برنامج اوراش وطنيه الشق ديال الدعم المدرسي. هذا البرنامج اللي كان مشاركه مع المديريه الاقليميه لمدينه سهله والوكاله الوطنيه لنشاط الشغل والكفاءات بسهله لانابيك، بالاضافه للفعاليات المجتمع المدني. البرنامج يمكن نعتبر ان البرنامج ناجح، لانه نظرا للمشاكل اللي كنعرفها القطاع من اضرابات وتوقف عن الدراسه، ارتئينا انه نمشيو في اطار الدعم المدرسي. اولا دوك الوليدات يستافدوا من التعثرات اللي وقعت لهم بسبب دوك الاضرابات، وثانيا نكونوا وجدنا دوك الوليدات في هذه الفتره ديال الامتحانات. حنا الان مقبلين على الامتحانات، كنظن انه خطه العمل اللي مشات بطريقه صحيحه، واستطعنا اننا نحققوا الاهداف ديال هذه الاوراش الوطنيه اللي كما قلت قبيله هي في اطار برنامج الدعم المدرسي. المستفيدين، عدد المستفيدين في الجمعيات كان عندنا هو 219 مستفيد على مستوى الجمعيات كامله في مدينه سهله. التلاميذ غيكون كيتجاوز العدد واحد 2700 ولا 3000 تلميذ من جميع المستويات، المستوى الابتدائي، المستوى الاعدادي، المستوى الثانوي. ركزنا على السنوات الاشهاديه لانه هي اللي فيها شويه ديال التعثرات. والبرنامج قاس جميع المواد الادبيه والمواد العلميه. ركزنا شويه على الفرنسيه لانه كنعرفوا المشكل ديال اللغه، ولا مواد العلميه الرياضيات والفيزياء، ودرنا حتى في اطار هذا الشيء كله كيدخل. كنسيت قبل ما قلت انه في اطار برنامج المدارس المفتوحه اللي كتبناه وزاره ديال التعليم، هذا البرنامج كيقيس حتى المواد الفنيه والتربويه لدى الاطفال، حتى هما كان عندهم نصيب على في هذا البرنامج هذا. السلام عليكم، ناديه الجنه مستفيده من البرنامج الوطني للدعم التربوي بالمدارس المفتوحه اللي كان بشراكه مع جمعيه امل سلا ولانابيك. استفدنا من خلال هذا البرنامج لمده اربعه اشهر، كانت فرصه ممتازه صراحه، فتحوا لنا المدارس الابواب ديالها، واستفدوا كذلك معنا التلاميذ من هذا التاطير التربوي اللي استفدوا منه العديد من التلاميذ. كان عندنا دعم للتلاميذ في مختلف المواد كالعربيه الفرنسيه الرياضيات، كان تباين ملحوظ ما بين التلاميذ اللي حاولنا نخدموا عليه، وصراحه كانت تجربه جيده بامتياز، كنتمنى ان شاء الله تتعاد ويستفد منها جميع الشباب ان شاء الله. السلام عليكم، عادل الهنشوري مدير ديال جمعيه امل سلا. احنا اليوم في البرنامج الختامي للبرنامج ديال الاوراش المدارس المفتوحه. هذا البرنامج هذا اللي هو بشراكه يعني ما بين جمعيه امل سلا المشرفه على البرنامج ولانابيك، ايضا المديريه الاقليميه لوزاره التربيه الوطنيه والتعليم الاولي. عدد المستفيدين اللي كانوا معنا، وكنهضروا المستفيدين كنهضروا الاطر اولا المجازين اللي يعني اشتغلوا معنا على مجموعه ديال التخصصات اللي منها اللغه العربيه، الفلسفه، الانجليزيه، الفرنسيه. كان يعني بالاساس على المستويات الاشاديه، لان عارفين ان المستويات الاشاديه عندهم الامتحانات اخر السنه ومقبلين على انهم يعني يدوزوا الامتحانات، فحنا كنحاولوا على اننا نوجدوهم انهم يكونوا في اتم الاستعداد ديالهم لهذه الامتحانات هذه. عارفين على انه كاين هدر زمني بسبب الاضرابات والمشاكل اللي كانت في التعليم، فكنحاولوا اننا نسابقوا الزمان ولاننا يعني يكون عندنا اثر في هذا البرنامج هذا. والمستفيدين ايضا يعني اللي كيتجاوز العدد ديالهم يعني التلاميذ اكثر من 3000 تلميذ، وهذا رقم قياسي. ايضا هذا اللي هضرنا على مدينه سلا، فهي
يعني هذه التجربه هذه غتكون رائده على مستوى مدينه سلا، نظرا لانه تم اختيار هذه الاطر يعني وانتقاء ديالهم بطريقه اللي هي طريقه يعني متميزه، يعني الناس الاولى اللي كان عندهم يعني تميز على مستوى الانتقاء، ايضا يعني كنتوقعوا لانه تكون نتائج ايجابيه اللي ترضي اولياء الامور وترضي حتى الشركاء ديالنا، ولما لا تكون نسخه ثانيه ان شاء الله في سنه 2024 2025. السلام عليكم، انا مستفيده من برنامج اوراش للمدارس المفتوحه اللي تم بشراكه بوزاره التربيه الوطنيه مع لانابيك وجمعيه امل سالا. حاولنا في خلال هذا البرنامج الاوراش ان نقدموا الدعم لفائده التلاميذ في مختلف المستويات ومختلف التخصصات، مثلا حاولنا مثلا انا من جانبي في مجال اولى ماده اللغه العربيه قدمنا الدعم لمده 4 أشهر وكانت حصص يعني على مدى الاسبوع، حاولنا اننا نعاونوا التلاميذ باش انهم يحاولوا انهم يعني ريكوبيرو شويه يعني التوقيت اللي ضاع لهم في 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 المدرسه، وحاولنا اننا ناخذوا بيديهم وكان عندنا معاهم دعم نفسي قبل ما يكون معاهم دعم تربوي. وشكرا. السلام عليكم، اسم سلمى السيكي، استاذه ديال استاذه الانشطه في مدرسه محمد عبد اللي في بطانه في بلاطو، وكنا كنت كندير الفرنسي اون باراليل مع الانشطه، وكانت تجربه زوينه استفدوا منها التلاميذ وحنا استفدنا منها. الانشطه الرياضيه كنا مثلا كنديروا كره، الرسم، كنت كندير لهم لا بسيكوموتريسيتي زعما تدريبات بالكره كيفاش يرسموا شنو يديروا، كيرسموا مثلا راسهم كيف كيشوفوا راسهم لهنا المستقبل. كان عندي المستوى الثالث والرابع 14 تلميذ ذكر، الثالث كان عندي الثالث بوحده والرابع بوحديته. شكرا على المشاهدة، إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.